صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم وصفتي الارضي شوكي او الانجينار رح نعملها بالبشاميل. هلا رح نحكي عنهم اكيد، بس انا رح بلش بتحضير الحشوه. اليوم حبيت حشوتي تكون الحشوه التقليديه اللي هي لحمه مع خضار. بمقلاي على النار رح بلش بي معلقتين من الزيت النباتي، ورح دبل فيهم بصلة حجمها وسط مفرومة ناعم. بعد ما تدبل البصلة رح تضيف اللحمة، عم بستعمل تقريبا وقية 200 جرام من اللحمة ونفس الكميات من الخضار، عم بستعمل الجزر والبازيلا كلهم تقريبا وزنهم وقية 200 جرام. أكيد فيكم تكتروا كمية الخضار، تكتروا كمية اللحمة، تعملوها بدون لحمة بس بالخضار، تعملوها بجاج، يعني كل هاي الخيارات فيكم أنتوا تنقوا اللي بتحبوا طعمتهم أكثر واللي متوفر عندكم أكيد. هلأ بعد ما دبلت البصلة راح أضيف لحمة ناعمة مثل ما قلت وقية 200 جرام، يعني كافيين لكمية الانجينار اللي عم بستعملها. اليوم عم بستعمل تقريبا 8 حبات، ممكن بين 8 لل 10، يعني هي الكميات تكفي من 8 ل 10 حبات. هلا بعد ما اللحمة هيك فرفطها، دائما وقت بتحطوا اللحمة حطوها بمقلاية سخنة، لازم تكون سخنة، وبلشوا دغري هيك فرفطوها لحتى اكيد تستوي بطريقة صح أكثر، ما تجمع على بعضها، وبنفس الوقت مو على نار هادية لحتى ما تنشف ميتها. حاول هيك فرفدهم. هلا رح احط حبتين من الثوم المهروسين، كمان طعمة الثوم مع باقي المكونات كثير طيبة. خليني لبين ما اللحمة هيك تبلش تستوي عندي احكي لكم عن الانجينار. اكيد هلا يعني نحن يا بنجيبه مقشر وجاهز، واذا بتنتبهوا اذا كان مقشر وجاهز بيكون محفوظ بمي، هي المي يعني اتركوا الانجينار اذا بدكم تطولوا بطبخه اتركوه محفوظ بهي المي، يعني فيكم تفضوه بجاط بس خلوا حبات الانجينار او الارضي شوكي بقلب هي المي، لانه هي المي بيكون فيها عصير ليمون او ملح الليمون لحتى اكيد ما تتاكسد. الانجينار دغري بيتغير لونه لما بيتعرض للهواء، فدغري بيتاكسد وبيتغير لونه. بتشيكوا عليه هون، بعدين دغري بتغسلوهم، بتكونوا عم تغلوا مي يعني كميه منيحه من المي مع رشة ملح وعصرة ليمون أو ملح الليمون، بعدين بتسلقون. هلأ حسب حجم الحبة ممكن تاخد وقت بين 5 إلى 10 دقايق سلق، بعدين بتصفون كتير منيح. هلأ بهي المرحلة ممكن أنا فرز الانجينار. إذا بدي أطبخ الانجينار مثلا مثل اليوم بعد ما يتصفى من المي وينشف كتير منيح، يا أما بتقلوه بزيت غميق مثل ما بنقلي البطاطا، أو أنا مثل ما عملت أنا دهنتهم بشوية زيت وحطيتهم بالفرن لحتى لبين ما بلشوا ياخذوا لون اشقر، يا اما بقليهم بزيت غميق مثل البطاطا او بالفرن مع دهنه زيت نباتي لبين هيك ما يبلش ياخذ لون. اكيد يعني هي العمليه بتعطي نكهه كثير طيبه، ان كان قلي بزيت غميق او بالفرن بتعطي هيك نكهه كثير طيبه للانجينار. ومثل ما قلت يعني انتم حسب شو بتفضلوا، اكيد بالفرن اذا شويناه هون رح يضلوا هيك طعمتهم اخف، خصوصا انه انا اليوم عندي بشاميل وعندي يعني عندي مكونات ثانيه طعمتها هيك شوي دسمه او قوامها دسم، فممكن تشوون بالفرن بهي الطريقه. هلا هون حطينا البصل واللحمه والثوم، واللحمه قربت تستوي، رح اضيف الجزر، الجزر والبازيلا كمان سلقتهم 3/4 استواء، اكيد بتوفر علي وقت يعني هي العمليه. مي عم تغلي بحط الجزر، بحط البازيلا اول شيء، نفس المي سلقت فيهم فيها الجزر والبازيلا، ببلش بالبازيلا. بعد ما احس انه خلص قربت تستوي دغري بطلعها على مي بارده، واكيد ببردها لحتى يوقف توقف عمليه الطهي، بعدين بصفيها كثير منيح وبستعملها. مثل ما قلت يعني هي العمليه بتحافظ على اللون اكثر، وبنفس الوقت يعني مثلا مثل هلا انا ما عندي وقت طويل انه استناهم يستووا على النار، فأنا بكون ضمنانة إنه هن آخذين 3/4 أو نص استواء. هون رح أضيف البازيلا. آخر شيء ضل عندي بالنسبة للحشوة رح أضيف الملح أكيد والفلفل الأسود. هلأ هدول رح أعبيهم بقلب حبات الإنجينار. بعدين محضرة أنا عندي مرقة لحمة، هلا رح نحكي عنها شوي. يعني انا هي طريقتي بطبخ الانجينار، دائما بيسالوني انه كيف بيطلع معك انه هيك كثير مستوي وكثير طري اخذ نكهات، يعني حتى حبه الانجينار بتكون شاربه كل النكهات. فهلا بعد ما خليت الملح والفلفل، هلا هون الحشوه حاجتها، رح جيبها لعندي لهون
عندي مثل ما قلت هون حبات الانجينار، رح بلش عبي الكميه اللي بدكم اياها، بكل حبه حط من الحشوه، حاولوا الحشوه ما توقع، يعني هلا اذا وقعت بقلب الصينيه وقع منها شوي ما بيأثر، بس حاولوا انه ما يكتر لانه رح تنحرق، اذا يعني في حشوه كثير بقلب على ارض الصينيه بهيك حاله تنحرق لما رح نرجع نرجعها على الفرن. هلا هون بعد ما عبيهم كلهم مثل ما قلت انا محضره هون عندي مرقه لحمه او مرقه دجاج او ممكن حتى بهارات لحمه او دجاج مع شويه مي، تقريبا عندي نص كوب رح حطهم، ما بكتر، نص كوب رح حطهم هيك بارض البايركس، بس هيك حس انه تغطى ارض البايركس. هلا اللي رح اعمله بعدين بعد ما عبي الحبات بالحشوه رح حط ورقة زبدة، غلف البايركس بورقة زبدة، بعدين حط ورقة ألمنيوم. هلا هي الخطوة كتير ضرورية لحتى ما تنشف عندي اللحمة، والفرن رح شغله بس من تحت واتركهم لحتى ياخذوا هيك من نكهات بعض. هلا أنا رح كملهم وحطهم بالفرن مثل ما قلت، يعني وما بكتر المي بقلب الصينية، لأنه إذا كترت هلا لما رح نحط البشاميل رح تطلع كتير مريقة. رح جهزهم للفقرة الثانية لحتى مع بعض نعمل البشاميل ونحطه على الحبات الأرتيشوكي، أكيد رح نرجع نفوتهم على الفرن بعد ما نضيف شوية كمان جبنة على الوش. رح كملهم وبرجع بلاقيكم بالفقرة الثانية لحتى نعمل صوص البشاميل. يعني مبدئيا هلا انا جعت واشتهيت قبل ما تطلع الروايح الحلوة، فيعني مصيبة هيك، يعني رح تدوقي. لسه عنا نص حلقة كاملة وهلا بلش بطني. صراحة شايف انا ما بحب الارتيشوكي، بحب نية خضرة بس، او اذا سلطة مثل ما ذكرت قبل شوي انه توم وحامض اي بحبها، بس شكلها طيب هيك. ما رح تاكلي هلا يعني؟ ما دقتي معناها اللي بحمض وثوم، اللي بحمض وثوم ما دقتيها من اللي بعملها انا؟ لا كنتي غيرتي رايك، وهلا اليوم رح ذوقك ورح تغيري رايك انا متاكده. ماشي اتفقنا، شكرا لك يا شيف. عفوا. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل الأرتيشوكي مع البشاميل. هلا نحن حضرنا الأرتيشوكي الانجينار، وهلا برجع بعيد شو عملنا على السريع، بس خلونا نجهز صوص البشاميل. هلا هون بطنجرة على النار رح بلش بمعلقتين من الزبدة، بعدين رح احط معاهم كمان معلقتين من الطحين. البشاميل اليوم رح اعمله يكون شوي خفيف مريق، يعني مو سميك، لانه رح احط الصوص على الأرتيشوكي وارجع ادخلهم على الفرن. دائما لما بدي استعمل البشاميل انه ارجع احطه بالفرن باي وصفه، يعني حاولوا ما يكون كثير سميك، لانه بس رجعنا على الفرن رح ترجع تتبخر منه السوائل ويطلع كثير سميك. هلا هون أكيد يعني لدقيقة بدي حمص الطحين لحتى أخلص من نكهة الطحين الني بقلب الصوص، بعدين رح ضيف الحليب شوي شوي وخلط. حتى لو كتلت معاكم بس استعملتوا الويسك أو يعني ضليتوا عم تحركوه بيرجع البشاميل بشد وبيعطيني قوام الكريمي الناعم اللي بنعرفه. هلا هون عم ضيف 3 كوب من الحليب، لأنه مثل ما قلت أنا بدي البشاميل يكون شوي مريء، ما بدي اياه سميك. هلا لهون يعني ممكن انا اوقف هون، ضيف البهارات وخالصين، بس انا دائما بحب نكه البشاميل وخصوصا مع هيك وصفات، مشان هيك راح اضيف عندي نص كوب من كريمه الطبخ راح اضيفها هلا، تعطيني اكيد قوام ونكهه كثير طيبه. وعندي هون ربع كوب من الجبنه الكريميه، هي اختياريه بس كمان بتعطيني نكهه كثير طيبه. اكيد البشاميل يعني انا هديت النار ورح ضل حركه كل شوي، بس يعني اذا مستعجله بقوي النار وبضل عم قلب الصوص لحتى ما يكتل عندي. البهارات اللي رح استعملها عندي اكيد رح بلش بالملح، الفلفل الابيض،
ورح حط بودرة ثوم وبودرة بصل وجوز الطيب أكيد أساسي مع صوص البشاميل. هلأ البهارات رح حطهم تقريباً معلقة صغيرة جوز الطيب، ممكن معلقة صغيرة ممكن أقل. وجوز الطيب دائماً حاولوا تجيبوا الحبات كاملين وطحنوهم أنتوا وقت الاستخدام، بتضل نكهتهم أكيد فيهم يعني نكهتهم أقوى وبتبين النكهة أكثر. هلأ هون رح استعمل الويسك أنا لحتى ما يكتل عندي الخليط ورح أقوي النار. خلوني وأنا عم قلب ارجع عيد نحن شو عملنا بالإنجنار أو الأرديشوكي. أكيد بعد ما نظفنا وغسلنا وسلقنا شوي فيكم تقلوا بزيت غميق أو أنا دهنتهم بشوية زيت نباتي ودخلتهم على الفرن لأخذوا هيك لون أشقر وبلشوا يتقلوا عندي. الحشوة اليوم استعملت اللحمة الناعمة مع البازيلا والجزر، وأكيد ضفت البصل والثوم قليتهم مع بعض وحطيت ملح وفلفل أسود، وبعدين حطيتهم فوق الإنجنار، غطيت البايركس أو الصينية وحطيتها بالفرن بعد ما ضفت لها نص كوب من مرقة اللحمة أو ممكن بهارات اللحمة إذا ما عندي مرقة جاهزة. وما تكتروا يعني أنا بدي وقت تفوت الصينية على الفرن أكيد وأنا بغطيها لحتى ما ينشف عندي ما تنشف عندي اللحمة والخضار، بدي أتركهم لحتى تتبخر عندي مرقة اللحمة اللي حطيناها. هلأ بس يخلص عندي البشاميل رح أضيف أكيد كمية على الحبات، بس حاول إنه الحشوة ما توقع. أكيد ضل عندي للبشاميل بس صوص الجبنة، رح أضيف البشاميل وحط على الوش موتزاريلا. هلا اذا عم تستعملوا جبنه كريميه فيكم ما تستعملوا موتزاريلا، ورح احط كعك مطحون على الوش ورجعهم على الفرن. بشغل الفرن بس من فوق لحتى اكيد دوب عندي الجبنه وبتكون وصفتنا صارت جاهزه. هي التفاصيل مثل العاده رح نشوفها باخر الحلقه. هلا رح ترجعوا لعند الصبايا وانا برجع بلاقيكم باخر الحلقه. خلص موتزاريلا وبشاميل وهيك فيني شيل الانجينار على جنب، مو مشكله. يعطيك العافيه برجع لعندك اكيد. شكرا أكيد. شيف عفوا. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا أرديشوكي أو الإنجنار بالبشاميل وهيك النتيجة النهائية. أكيد فيني أقدمها مع رز بشعيرية أو رز أبيض. إن شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، جربوه وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. يا سلام. يعني ميشا قبلي عم تعمل هيك انه بتنقوص. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم. يا سلام. مناظر مشهيه. شكرا كثير لك يا شيف. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لهون بتكون خلصت حلقتنا، انطرونا بكره بموعد جديد ان شاء الله. هيك يا رب نكون عم نقدم لكم فقرات متنوعه مختلفه وجديده. فريق الاعداد لبكره اكيد بكون جاهز حلقتنا لاعجابكم، ومن هون لوقتها بضلكم بالف خير. تبقوا بالف خير. باي باي.